السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد مع خالتي خديجة من جديد. اليوم إن شاء الله شنو هتحضري لنا خالتي؟ غنحضر الروز اللي اسنسيال يقدام، عرفت نتقي ومان من بعد راه تزر ماني فيا ان شاء الله. ان شاء الله اليوم هتحضر معنا خالتي الرز مفور بالطريقه اللي كانوا الناس تيديروها من زمان، يعني الطريقه التقليديه اللي كيطيب في الزيف. وان شاء الله خليكم مع الفيديو باش تشوفوا المراحل ديالو كلها، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله. ها الرز غكا في فرنخت، غكا الرز عادي فرنخت، ماشي الرز كلاص اخالتي، الرز إيه العادي. اي غكا راه تزرنا مش هذا السير، هذا السيفار هذا سكيدا غا ولا يسديد لي كناري بزمان باش هادو يعجن. سير غكا هاي الزول راه يسدي هاك، كدوزيه في الغربال باش داك الرز المهرس الرقيق يطيح ينزل لتحت ويبقى لك هذاك المزيان. اه هي باش ادوري عجن. هاتي راه طاوي غير كاس لابا بات السير دا. ايه دابا غادي تغسليه. بسم الله. غيكا هاتي وسير الزيف نحايتي، هاتي غيكسيا الرز غيكا غيكا ضروري يكون زيف حياتي يا خالتي، ضروري الزيف حياتي. السيف غيكا هذا سكرت الخوا حنا غنسيب الرز يغينوا. ايه اري اري الزياري راه يعمر الزيف راه يتزير. غنشد لك نشد لك نعاونك. ايه هاكي هنايا غادي تحزموه اختي سعاد تزيرت باش يلقى الرز فين يتنفخ ياك. ايه واخا هاتي غير كيران ديال الزيف الجوي فتي الغيشة هاتي دا دوري أدوري حرية بنادم اللي راه تيدا غياسي شوية غير لاوا ما نريحمو. إيه الحراس النيمي كنتي سند على حسب راهي السكر. إيه صافي تسكر تسكر صافي. شحال غتخليها خالتي؟ دابا نص ساعة، ساعة إلا ربع. صافي ساعة إلا ربع بالكتير. إيه المهم كل مرة يبقاو يطلعوا عليه لا يطح لا زعما لا يطيب بزاف. تسكرتي الرز غيكا غينوا صافي غادي صافي إن شاء الله. يلا ها الرز ناري كدي نوا هاتي هاتيت هاتي لدى السيارة تحت بسريت من بعد كده هاتي 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 ها الرز ناري نوا من بعد يبرد على لدى السيارة نزيد العود صافي ان شاء الله غير تتصاوب ان شاء الله. ها هو الرز ديال خالتي من بعد ما خلاته حتى برد. دابا غادي ديري خالتي الزيت ياك. اي هانتي يمكن الزيت الا ما زيت ديك انت عموديت زيت الزيتون ياك. اي اللي ما بغاش يدير الزبده. اي بسم الله صافي هاتي فسي. اي تخلطيه مزيان مع داك الزيت. اي بلاتي سيده يا وري ستان السكر بلاتي ولا سي ولا سي يا ولي ما كنتيش. اي واخا كديري سنيدة ماشي سكر كلاص ياك؟ سكر كلاص السرسال. ايه تزوقي بيه من الفوق. واخا ايه بسم الله غادي تنسير فيها سكر كلاصي. ايه سكر كلاصي التزيين. ايه ايه والله يعطيك الصحة خالتي. صحتكم صحتكم الصحة والراحة قرفة. بسم الله هيا بس ايد لاي الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. داكشي كيشهى خالتي تبارك الله عليك. صحتكم مرحبا مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك يا خالتي ترحب بك الجنة ان شاء الله. هذه هي الوصفه ديال اليوم، الرز مفور بطريقه اولا نقولوا مسلوق بالطريقه التقليديه. هذه هي الطريقه المعتمده عند الناس يعني من زمان. شحال هذه كانوا الناس يسلقوا الرز بهذه الطريقه هذه وكيحضروا الرز مفور. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كان الرز غادي يغير درس الضيف على بنادم
غير يسربي عاد تيفوق الرز غير خصها تعطي سكر الطريقين دغيا ايه دغيا راه درتي ايه ايه دغيا يوجد دغيا يوجد ماشي بحال هذا سكتو كلشي راه عندنا دي سيما ريت فوار ريت تالسة ريت عدل ايه راه درتي سكر غير هادي سربي طريقة سريعة ايه ساهل بزاف بزاف سهلة وسريعة والرز العادي دغيا ربع كيطيبو ساعة الرز عادي ربع ساعة هي هاي ربع ملي ساعة نص تسكتو ساعة على غنرجع حسب على حسب عاد كيتقلف تكون ناين وصافي تحيد رزي ايه واخا خالتي الله يعطيك الله الصحة يرضى عليك تبارك الله الصحة عليك والراحة.